حنا فرحانين حيت ربحنا هاد ليديسيون ديال البطوله العربيه. سي تي ان غران بليزير بور نو دو ريبريزونتي ليكيب ناسيونال ماروكان دو غولف ايسي ا دوميسيل. دونك ربحناها, جبنا الكاس, هادشي اللي كنا باغيين نديرو. ثلاثه مغاربه غادي نطلعوا البوديوم في الانديفيديال, وسيرتو ربحنا في بار ايكيب بواحد لا ديفيرونس كبير. Très très content, on a fait une bonne compétition je pense dans l'ensemble, les joueurs on était vraiment très très solides. ما معروف المغرب كل سنه كيشارك في البطوله العربيه ديما كيحقق لقب باغ ايكيب. كان مهدي فكوري فرق بيني وبينه ضربه, بعد الثاني راوند هو ما لعبش كويس بس انا عارف ان هو لعيب كويس فهو كان هيشد حيله ويجي يحصلني, وبعديها لقيت سفيان ضربه قدامي فما شاء الله يعني المغاربه جامدين قوي, فانا عرفت بعد اول 9 هو لو انا عرفت بقى قدامهم. أحب أشكر المملكة المغربية والركن جولف فيدريشن على استضافة البطولة, والبطولة نتائجها كان هائلة. الدورة كانت ممتازة وخاصة شفنا المستوى مرتفع تاع اللاعبين اللي تفوقوا في هذه البطولة, هم مصر المغرب وتونس. ديما المغرب.